من الأشياء أيها الإخوة التي ينبغي أن يعتقدها أو ينتبه لها كل طموح لا تنتظر تقدير الآخرين لا القريب ولا البعيد. إن الباحث عن رضا الجميع باحث عن الشقاء الدائم. فإذا كنت تعرف نفسك فلا يضرك مدح الناس أو ذمهم. قال سفيان رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره ما يقول الناس عنه مدحا أو ذما. ولهذا يا أخي الكريم كفاك صراخا وعويلا، لماذا لا يقدرني الناس؟ لماذا يصرون على تجاهلي؟ اجعلهم يعترفون بك من خلال أعمالك. من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها أصحاب الطموح استكمال المشوار حتى النهاية. كثير من حالات الفشل كانت لأناس لم يعرفوا كم هم قريبون من النجاح عندما أقدموا على الاستسلام، لم يكن بينهم وبين النجاح إلا شعرة. إذا بدأت عملك فواصل فيه حتى النهاية. ينهار الناس لأمرين: الانبهار بالأضواء بعد إنجازات بسيطة، ابتكر ابتكار واحد خرج في الجرائد وعملت له براءة اختراع فرضي بهذا الأمر. لكن استمر. أهم شيء في الأعمال التي يطمح فيها الإنسان روح البداية، الخطوة الأولى. اكسر هذه الخطوة وتعد حاجزها واعلم بأنها سهلة، فقط هي تريد همة في البداية، ثم بعد ذلك يفتح الله عز وجل عليك شأنا وشيئا عجيبا في هذا الأمر. ومن الأمور أحبة الكرام الإقدام، فلا تسوف، فإن التسويف رأس مال المفاليس. ولا تتشائم ولا أيضا تيأس في حياتك، والتوجه إلى معالي الأمور واترك سفاسفها. لم يعد هناك وقت للتوافه في هذه الحياة، لقد ولى فعلا زمن النوم. زمن النوم يا خديجة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة، قد جاء شغل شاغل وعدمت عن طرق السلامة. ولذا يا أخي الكريم لا تحزن لتفردك في الطريق، فأهل السنة واحد ولو على رأس جبل. أسلك سبل الحق ولا تستوحش من قلة أهلها، فإن أصحاب الطموح قلة. قال لي صاحبي: أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي. قلت: كلا، بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذا سبيلي. سر في هذا الطريق ولا تستوحش من قلة السالكين فيه حتى لو آذوك، لأن كثيرا من الناس مثبطين وللأسف. وكن متفائلا كما ذكرت لك، كما قال الأول: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ثم عاشر أصحاب الهمم العالية وطالع أخبارهم قدامى ومعاصرين. فما الذي يمنعك أن تكون شخصا ذو شأن في هذه الحياة؟ فقط حدد وجهتك واسأل الله عز وجل التوفيق. ثم شيء آخر يا أخي الكريم، هو أن تعرف بأن هذه الحياة صراع، وأن من سبق لها هو الذي ينالها، لأن سنة من الله تعالى. ثم من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها أن نحرص على إيماننا وأن نقوي إيماننا وعلاقتنا بالله. إنك لن تنال السعادة ولا التوفيق في هذه الدنيا إلا إذا كان الله معك، وإن السعادة الحقيقية هي الأنس بالله تعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. عندئذ تجد التوفيق في كل شؤون حياتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا ما دخلت أو سألت الله عز وجل التوفيق فإنه عندئذ لا يخذلك سبحانه وتعالى.